زوجة عمران وابنتها عندما قدمتها قربانا لله سبحانه وتعالى، فإذا بمريم البتول العذراء الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لتكون وعاء المشيئة المقدرة لحمل عيسى عليه السلام، حامل لواء السماحة عيسى عليه السلام الذي تعالى على كل الرغبات وكل ما تحتاجه النفس الشهوية. هذا هو عيسى ابن مريم. لهذا لا نعجب إن قال عنها القرآن الكريم أنها صديقة، يعني ذكرت كده، وأمه صديقة. كونها صديقة أي أنها آمنت بالله سبحانه وتعالى وهي في عالم الذر، وهي في يعني شجنة في الرحم، وهي في هذه المعية الطيبة مع الأم العابدة الذاكرة. فنجد أن مريم بنت عمران بالفعل استطاعت أن تقدم النموذج الذي يجب أن يحتذى. أولا جمعت كل صور الجمال وكل صور الجلال في مريم. لم ترى في هذا المكان إلا العباد والزهاد والذاكرين، لم ترى في هذا المكان إلا أرواح مغردة تعرج دائما إلى السماء العلى، لم ترى في هذا المكان إلا من هو قانت يبتهل إلى الله وقد يعني ابتل وجهه بالدمع والندم. لهذا لم ترى سوى هذه الصور الطيبة الطاهرة الجميلة، فلا نعجب أن تتبتل إلى الله، ولا نعجب إن كانت حياتها ذكر وشكر وتبتل، ويجدها ويطلب الحق سبحانه وتعالى من جبريل عليه السلام أن يعلم هذا الملك الصغير كيف تعبده. فيا مريم اسجدي لربك واقنتي وارقعي مع الراكعين. إذن أول من تعلمت السجود والركوع والقنوت والوقوف بين يدي الله هي مريم. من سيدنا جبريل على طول يا أمي؟ طبعا من القرآن، ده قرآن نعم. كريم نعم. أول امرأة عملت لله تعالى، احنا دلوقتي بنقول ايه، تعالوا ننظف الجامع ده حسبة لله، بنقول مثلا تعالوا نروح ناكل غلابه حسبة لله، لا دي اول ست تشتغل لله تعالى. الله. فكانت طول الوقت مشغوله بتنظيف بيت الله وبتعطيره وبفتح الانوار وسرج المشكاه، كل هذه الادوار كانت تقوم بها مريم وهي ساعده يعني. وراضيه وحاسه انها امتلكت الدنيا وما فيها. الله ارزقنا يا رب هناك صلاه فيها يا رب. ارزقنا الرضا وارزقنا القناعه، احنا في دنيا صعبه قوي.